وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. أهلا بكم سيد نظير. بداية، موقع هوت إير الأمريكي قال إن العراق على وشك وضع كل أمواله بالسلة الإيرانية، أين عهود العبادي بالالتزام بعقوبات أمريكا؟ حياكم الله. حقيقة يعني العبادي كان يريد أن يمارس الدور السابق في إيجاد مكان له في المنتصف ما بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي، ولكن بعد فرض العقوبات الأمريكية عاد من الصعب أن يكون هناك موقف في المنتصف، ويجب أن يحسم أمره لصالح أحد الطرفين. ومن هذا على هذا الأساس حاول أن يكون إلى طرف الجانب الأمريكي في يعني احترام العقوبات التي فرضتها على إيران، لكن هذا الأمر فتح باب كبير عليه من خلال انتقادات السياسيين الذين معه في العملية السياسية. نعم. بالإضافة إلى انتقادات الميليشيات اللي لماذا هذه الانتقادات وهذه الاستماتة في الدفاع عن إيران وهجوم حاد على العبادي حتى من معممين؟ يعني الحقيقة أن هؤلاء الجميع يجدون أن إيران هي الأساس في بقائهم هذا الحكم، وعندما يقولون رد الفضل للجانب الإيراني هم غير كاذبون، لأن حقيقة أمر بقائهم في هذه السلطة إيران لها دور كبير في هذا الأمر. من هذا الأساس يجدون أن انهيار الاقتصاد الإيراني ومن ثم ربما انهيار النظام الإيراني بمعنى أنه يهدد مكانتهم ويهدد سلطانهم في العراق. طيب، بعد ضغط الميليشيا بتهديد الوضع الأمني وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق بالتزامن مع العقوبات الأمريكية، نطرح هنا السؤال: ألم تكن الطائرات الأمريكية توفر الغطاء الجوي لهذه الميليشيات؟ وكيف نقرأ هذا التحول بهذه التصريحات؟ يعني هي هذه الازدواجية التي تعاني منها الميليشيات في الوقت الذي تقول نحن ضد الأمريكان وضد التواجد العسكري الأمريكي في العراق، لكن هي كانت تقاتل تحت مظلة الطيران الأمريكي. نعم. والدعم اللوجستي الأمريكي، والآن وبأوامر إيرانية يجب أن تستخدمهم إيران كورقة للضغط على الولايات المتحدة. فكما الآن الولايات المتحدة تريد يعني فرض العقوبات على إيران، بنفس الوقت تحاول إيران من خلال أذرعها الميليشياوية أن تضغط على يعني كما يتصور. أستاذ نظير، إذا سمحت لي، من الناحية المنطقية والعقلانية، لم تطلق رصاصة واحدة من قبل الميليشيات على أي قوة أمريكية موجودة في العراق أو أي قوة ضمن التحالف الدولي الذي جاء، كيف يمكن أن تضغط إيران باستخدام أدواتها؟ ما نوعية الضغط؟ إن كان على التصريحات فهي كثيرة. هي ممكن أن يكون العراق هي النافذة الاقتصادية بالنسبة لإيران. نعم. وقد بدأت بهذه المحاولات من خلال سحب العملة الصعبة من الأسواق العراقية ومن البنوك العراقية، كذلك ضخ العملة المزيفة في السوق العراقي وشراء الذهب، ولربما إذا استمر هذا المنوال ربما يتعرض الاقتصاد العراقي لهزة عنيفة، بالرغم هو الاقتصاد العراقي نفسه غير متعافي، ولكن تحاول إيران أن تجعل من العراق كقارب نجاة لها من هذا الحصار الاقتصادي اللي تفرضه عليهم الولايات المتحدة. في سؤال الأخير لكم أستاذ نظير، مركز الدراسات الإيرانية قال إن على طهران تركيز نفوذها على القرار السياسي بالعراق. برأيك هل هذه الخطة التي كانت تعمل عليها إيران خلال تلك السنوات ليصبح العراق الحديقة الخلفية لإدارة صراعاتها كما أشارت لذلك مرات عديدة؟ يعني الحقيقة ما تفعله إيران في العراق هو عين ما قلت، يعني أن تجعل منه حديقة خلفية ودولة تقف معها بالأزمات، وهذا ليس في العراق إنما هذا مخطط كانت تريد له في سوريا وفي اليمن وفي كل الدول التي تحاول أن تجعل من نفوذها نفوذ قوي. فبالتأكيد يعني العراق ربما ستجعله ليس فقط نافذة الاقتصادية، لربما ستجعله ساحة لصراعاتها وتصفية الحسابات مع خصومها، وهذا أمر خطير جدا على العراق. أنا أجد العباد الآن يعني يحاول أن يتراجع، لأنه بقاء بالسلطة رهن الموافقة الإيرانية. نعم. والآن كل يعني
الضغوطات توجه ضده، يعني في آخر تصريح لممثل علي خامنئي في العراق وصفه بالشخص المنهزل لأنه رضخ للعقوبات الأمريكية ضد إيران، وهذا يعني أن العبادي ليس له مكان في مستقبل العملية السياسية. نعم. لاحقا. شكرا جزيلا الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.